الندم حال، أي حال من أحوال القلب. فإذا لم يحدث ذلك الحال، مفهوم الندم في القلب، يبقى ما فيش توبة أصلا. ها، الركن الأساسي بتاعها لم يوجد، باعتبار إيه؟ الحال القلبي وهو الندم لم يوجد، يبقى أنت مصر على الذنب. عكس الندم الإصرار، بالظبط، أو عدم الندم. عدم الندم بمعنى إنك إيه؟ لم تحدث لك الحال القلبي الذي يخرجك من الذنب. يعني علامة الندم هو الانفكاك عن، لا، الندم ده حال قلبي، بمعنى إيه؟ ندمت على أنك ارتكبت هذا في حق الله تعالى، وهذا الارتكاب أولا أنك عصيت الله تعالى في تعظيم الذنب، وفي نفس الوقت أنك أنت إيه عملت الشيء الثاني، وهو إيه؟ أنك إيه؟ في عذاب عظيم عند الله تعالى، وأنك الثالث أنك لا تستطيع أن تقدر على ذلك العذاب. بس فده الحل القلبي، بالثلاثة دول يتحقق الندم. خلاص، فإذا تحقق الندم بأنك هيبتدي تنبعد بقى للإيه؟ للفعل بالجوارح، بأنك مش هترجع تاني. أين بقى من هذا مع حد المسلم الذي يندم كل يوم على ذنب ولا يتوب؟ ما قال لك لو العبرة، ها، العبرة بوجود التوبة مستوفية شروطها، فتمحو الذنب. لو عمل، في بعض العلماء يقول لو رجع 1000 مرة ثم تاب يمسح 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 زي الأستيكة. ها، وفي حديث يدل على هذا المعنى، هو إيه؟ حديث أن ارتكب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت له. فالمرة الثانية ارتكب نفس الذنب، ارتكب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فقد غفرت له. الثالث مرة بيقول إيه؟ فليفعل عبدي ما شاء. خلاص، يعني إيه؟ ما دام بيتوب توبة نصوحة وبيرجع فبيتمحي الذنب بس. أصل أقدار الله عجيبة، أقدار الله سبحانه وتعالى عجيبة، الواحد قد لا يتوقع الوقوع في الذنب أبدا، تلاقي وقع فيه، وبعدين تجد أنه بعد مدة كبيرة يقع فيه. خلاص، هذه بقى، ولذلك قال لك إيه؟ إذا وقع القضاء والقدر فتقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. خلاص، بس تتوب، بس ده المراد. وفي حديث عجيب، لكن ليس هذا الحديث من باب الحث على المعصية، لا، بل هو بحث على التوبة. خلاص، لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم، وذهب بأناس، وأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له، فيغفر الله له. فاهم؟ يعني ده ليس المراد، لكن ده مش بيحس على الذنب أو بيحس على عدم على الوقوع في المعصية، لا، يقول لك يعني ابن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. بس ده مراد بهذا المعنى. في أسئلة ثانية قبل آخر بوقف في النسكافيه؟ نعم. فإن شئت ذلك رجوعة الله تعالى يرضيه عنك. هو أصلا لا يرضاه في الدنيا، كيف؟ لا، ها، ما قلنا إيه؟ إن إيه؟ الله قدر على أن يرضيه يوم القيامة، قادر ولا مش قادر؟ قادر، وقادر بأنك أنت تعمل أسباب تجعله يرضى عنك، بأنك تستغفر له ولا نفسك، تستغفر لك لنفسك وله بصفة دائمة، وأنك قدرت تتصدق عنه. فدي يجي يوم القيامة، ها، فيجد إيه؟ يجد هذه الحسنات العظيمة وثواب الاستغفار في صحيفته، فيقول من دعا لي ده؟ فيعرف أن مرتكب الذنب ده، فيكون أقرب له بالعفو يوم القيامة. أما تجد أن ربنا هيعفو عنك. وفي حديث عجيب في هذا الأمر، الحمد لله رب العالمين على توفيق، حديث ان واحد عنده حسنة واحدة، لا، حديث ان ايه، واحد يعني عمل كده ايه شيء في حق انسان اخر، فيجي يوم القيامة ربنا يظهر له قصر في الجنة جميل، فيقول لمن هذا القصر يا رب؟ قال لمن عفى عن اخيه، فيقول يا رب قد عفوت عنه، هدخل القصر ده وابقى بتاعي؟ ها، فايه يقول ايه يا رب لمن هذا القصر؟ ربنا بقى يجمل له القصر في وجهه في عينيه ويتمناه، ها، فيقول هذا القصر لمن عفى عن اخيه، فيقول لقد عفوت عن اخي يا رب، فيقول له خذ بيد اخيك وادخل الجنه، خذ بيد اخيك وادخل الجنه، او اللي انت عفوت عنه ده خذه ومعاه دخل الجنه، بس القصر ده بتاعك. فاهم؟ او يجي واحد معاه حسنه واحده، وهو واحد تاني ناقص له حسنه واحده، ها، عشان يستكمل ثواب، واحد معهوش حسنه،
فيقول أنا دخل النار دخل النار، فيتصدق بالحسنة دي على أخيه الذي ينقصه حسنة واحدة، فيقول إنه العز وجل خذ بيد أخيك وادخل الجنة رحمة وسعة لا حصر لها يوم القيامة، لا تدرك العقول خلاص. إن الرحمة التي نزلت في الكون كله من أول خليقة إلى قيام الساعة يتراحم بها المخلوقات كلها حتى ترفع الدابة حافرها عن فصيلها حتى لا تصيبه، من أول قيام الساعة، من أول خلق الخليقة لغاية قيام الساعة رحمة واحدة موجودة. ادخر نور عز وجل للمؤمنين 99 رحمة أداها، فتيجي يوم القيامة 100 رحمة كاملة للمؤمنين، رحمات عجيبة من الله تعالى. ربنا يجعلنا من أهل الرحمة يا رب ورضوان. في حاجة تاني؟ طيب الكتاب هياخد مدة كبيرة يعني، الله المستعان. طيب قلنا قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين خلاص، وثالث ذنوب، والثالث يبقى الذنوب الأولى وهي ترك المأمورات، والذنب والذنوب الثانية ارتكاب المعاصي، والذنوب الثالثة ذنوب بينك وبين ذنوب بينك وبين عباد الله تعالى. قلنا أن هذه الذنوب التي بينك وبين عباد الله تعالى هي في الأصل ذنب لله تعالى أولا. فالحقوق كما قلنا وشرحنا قبل ذلك أنواع، 5 أنواع من الحقوق. حقوق محضة لله تعالى زي العبادة، الصلاة، الصوم، دي محضة، حق لله محض. وحقوق بين الله تعالى وبين خلقه غلب عليها أنها حق لله تعالى زي الزنا والسرقة، فما فيش عفو عنها، لا يملك البشر العفو عنها، إنما فيها متعلقة بحقوق الآدميين إنها بينك وبين الله تعالى وغلب عليها حق الله تعالى، مثل الزنا وحد القذف والسرقة، لا حد القذف لا، مثل الزنا والسرقة خلاص. فدي يغلب عليها أنها حق الله تعالى، فلا يجوز لأحد أن يتنازل عنها، يعني لا يجوز للمزني بها أو المسروق أن يتنازل عن حد السرقة. إذا ثبت الحق الحد يجب إقامته في جميع الصور حتى لو أنا عفوت عنه خلاص. وذنوب يغلب فيها حق البشر، هي بين الله تعالى وبين البشر خلاص، مثل ذنب حد القذف، فيجوز للمقذوف أن يتنازل عن حد القذف في من قذفه فيعفو عنه، فعند ذلك يسقط الحد لأن غلب فيه حد حق البشر خلاص. ودي أنواع الذنوب. طيب فيكون ذلك إما في المال أو في النفس اللي هو الحد القصاص أو الدية أو الجناية على الأعضاء، أو في العرض وهي القذف أو الشتيمة أو الغيبة، أو في الحرمة. قال تقول ليرضيه عنك، هنا أن المولى عز وجل يجعله يرضى عنك كما قلنا في الإيه في شرح ذلك. قال وأما الحرمة بأن خنته وذي شرحناها، وأما الشيء الرابع وأما في الدين. أما في الدين بقى إن هو تكون حق له حق عندك في دينه خلاص، بأن كفرته أو بدعته أو ضللته، فهو أصعب الأمور، فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك. طبعا في حاجة هنا يجب أن يتميز بها أهل السنة والجماعة ونفصل بها فصلا، وهو إيه مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الطريق إلى الله تعالى وفي الشريعة. فلا يجوز تقليد غير أهل السنة والجماعة في ذلك، فما يجيش واحد يقول لي إن أتوب عن واحد بيسب الصحابة زي الشيعة، ما فيش توبة هنا، ده أنا أزمه إلى يوم القيامة ولا أعتبره أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة، لأن ربنا هو اللي قال كده رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما يجي واحد يسب صحابي ما توبش منها دي، أما أنا أزمه أو أفسقه بكده وبدعه ما فيش توبة منه، ده لو عملت كده بقى أنا بقر على المعصية بإجماع المسلمين أي أهل السنة والجماعة، فلا عبرة لخلافهم في هذه المسائل. لكن أو من ينكر مثلا رؤية الله تعالى في يوم القيامة، ده نص قرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المعتزلة ينكر ذلك. أنا طبعا
ما مش موافقهم تماما. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم يوم القيامة نوع من الرؤية بانكشاف أو ما إلى ذلك، لكن إيه لا نؤيدهم في إنكار الرؤية لأن دي نصوص قرآنية، ودي نعتبرها طائفة مبتدعة ضالة ليست من أهل السنة والجماعة الذين ينكرون رؤية الله تعالى يوم القيامة، دي نصوص قرآنية صريحة واضح، فدي ما فيهاش توبة منه. فده حد أن يكون اللي أنا هتوب عنه ها في الدين ده أنا أكفره بليس بما هو مكفر، أو أفسقه بما ليس هو مفسق عند أهل السنة والجماعة، أو بما هو مختلف فيه، أو أبدعه بما ليس إيه هو بدعة، أو قال علماء بدعة وعلماء قال لا دي سنة فما بدعوش بكن. وده الفرق بيننا وبين بعض الطوائف المتشددة، أنه يبدع باعتقاد أنه بدعة عنده، ولكن ما نظرش إلى أهل السنة والجماعة أن في بعض أهل السنة والجماعة قال مش بدعة، ده يجب عليه أن يتوب. الله، ما هو الرجل ده مقلد لما هو جوز وداخل أهل السنة والجماعة، راجل قال فعل المولد عندنا مستحب وما ندوب إليه واحتفل بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، التاني قال ده بدعة، التزم بنفسك في ذلك لأنك أنت لم تجمع أهل السنة والجماعة على بدعية هذا الأمر الذي تقول أنه بدعة. خلاص، عند ذلك لو بدعه رجل ها فعلى هذا الرجل الذي بدعه أن يتوب إلى الله تعالى، لأن الأمر مش مجمع عليه، بل إن غالب العلماء على أن ذلك جائز ومباح على الأقل إن لم يكن مندوبا إليه باحتفالا وتعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فليس هذا الأمر من شأنه أن نتوب عنه، بل لأنه خلاف بين العلماء، والراجح أيضا ما نعتقده أنه ده جائز وعلى الأقل إن لم يكن مندوبا إليه. يقول الحافظ ابن حجر إن خلى البدع، إن خلى المولد من البدع والمكروهات ها ندب إلى فعل، لأنه في صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ها وتلاوة قرآن وما إلى ذلك ومديح للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ونحن نرى أن مديح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يستحب من يمدح، كعب بن مالك أصبح صاحب البورد فرش أنه النبي صلى الله عليه وسلم بردته لأنه أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أما تاب. خلاص، لكن لو كان قبل كده قبل ما يدخل كان حد طاير راسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما دخل ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ببردته ها الرسول ايه نشر له البرده واجلسه عليه، ايه اكتر من كده رضا. وكان يقول لحسن بن ثابت ها قل وروح القدس يؤيدك. خلاص، يعني كان بيثني عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها في الضلالات بتاعته. تجد الشعر حسان في كثير من كتب السيرة موجود في المنافحات وفي الغزوات وما إلى ذلك. فده احنا عندنا مندوب، وهذا رأي الجمهور كمسألة بحثية علمية، ومنهم من قال بعض قال كده بالبدعية وانه ما يجوزش فعل المولد وما إلى ذلك، لكن الأمر خلاف، بل الجمهور على أنه جائز على الأقل. يبقى ما يجي واحد يقول يلزم الأمة ببدعية هذا الأمر نقول له انت بقى كده وقعت في الإثم، لأن الآخر يقول موافق للجمهور ها وقوله حقيقة موافق جمهور أهل السنة والجماعة مش جمهور الضلال. احنا بنتكلم عن أئمة، السيوطي، ابن حجر العسقلاني، 20 واحد من أئمة الحفاظ. كمان تلاقي مثلا ابن ناصر الدين الدمشقي ألف مولدا ها سواء على طريق المحدثين ها، ومين ألف كمان المولد الهني في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، المولد الهني في مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الحفاظ الكبار ألفوا مولد للنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة المحدثين، ومنهم من ألفوا على طريقة الفقهاء، ومنهم من ألفوا على طريقة أهل السير. الشيخ صالح الجعفري له مولد على طريق أهل السير ها نقله ورواه بطريقته. فده شأن علماء الأمة، فما نقدرش نقول إن ده إيه. فهذا الأمر يعني حتى كلامنا في هذا في إيه في المولد الشريف يعني، فهذا الأمر ليس فيه بدعة، فمن رأى أنه بدعة لا يلزم الأمة برأيه الخاص أو برأي من اتبعه، لأن الأمر واسع وخلافي. خلاص، لكن في إيه بقى الخطوط الحمراء ليه خارج أهل السنة والجماعة، سواء نذهب فقهيا أو عقائديا أو إيه سلوكيا حتى. خلاص، فمثلا نكاح المتعة بإجماع أهل السنة حرام، مالناش دعوة بقى يكون الشيعة بعض الشيعة أحلوا وبعضهم لم يحلوا من الشيعة ها وهكذا، فمالناش دعوة بالطائف الضالة، احنا ده إيه بما هو داخل ها نطاق أهل السنة والجماعة. فإيه وأما في الدين بأن كفرته بما يكفر بما ليس بكفر أو بدعته بما ليس ببدعة، يعني واحد يقول إيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الميكروفون بعد الأذان بدعة، ده في اعتقادك أنت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا عليه، ولم يحدد كما يقول العلماءنا
لم يحدد جهرا ولا سرا ولا بأي صيغة، فإذا أنت التزمت الجهر جاهز داخل فيه ثم صلوا عليه خلاص، التزمت السر ماشي. طب ده ابن عمر قال لك لا ما تجهرش، بس ده قول ابن عمر ومعارض لفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلق ووسع وعمم خلاص. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا عليه، لم يحدد صيغة ولم يحدد جهر وسر، يبقى ده الأمر المطلق أو العام وارد في إيه؟ في الحديث. قيدت أنت بأن ابن عمر يرى أن ذلك الجهر به بدعة، أن الجهر به بدعة، ده قول ابن عمر، لا يلزمني سيدنا ابن عمر تاج راسي وهو طبعا، لكن ده اجتهاد، ما نقدرش نقول إن اجتهاده هنا ملزم للأمة مع مخالفة ظاهر النص العام، واضح؟ فحاجات زي كده يعني، أو بدعته بما ليس ببدعة، أو ضللته بما ليس بضلال، فهو أصعب الأمور في هذا الأمر. فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك، وأولا تكذب نفسك بينك وبقلبك بأنك أنت اغتابته وأخرجته وبدعته وكفرته أو فسخته وضللته، بينك وبين نفسك يبقى لازم تنكر هذا على نفسك أولا خلاص، إذا كنت لم تتحدث به لأحد. فإن كنت تحدثت أمام ذلك وقلت فلان المبتدع أمام واحد، فيبقى هتعمل كده بقلبك اولا، تنكر ذلك بقلبك على نفسك اولا، ما هو لازم انكار بالقلب، ما معنى تربيه القلوب؟ هو ده المعنى، انك تنكر على نفسك بما دار في قلبك من السوء من التكفير او التبديع او التفسيق او التضليل، ثم تخبر الاخر الذي سمعته ذلك الكلام. فتحتاج الى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك، تكذب نفسك بين يدي من قلت له ذلك، تقول له انا تكلمت في حق فلان وانا يعني انا اتوب الى الله عن الكلام فيه. الله انت بتتوب؟ ايوه بتوب، هنا يعني يا معصوم؟ ها الله ده هيستهزئ بيك برضه، نفس النظام في ما سبق، يستهزئ بيك لكن انت ابرأت ذمتك، وتكون انت رساله لي بان التوبه مقبوله وانك يجب ان تتوب بقلبك، فهو قد يستحل الغيبه والنميمه والبهتان والتكفير والتضليل والتبديع. ها تقول له لا ده انت كده ايه، انت كده قلبك وقع في الخطر. فتحتاج الى ان تكذب نفسك بين نفسك بين تكذب ما فتحتاج الى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك، وان تستحل من صاحبك لو انت كفرته او بدعته او ضللته ان امكنك، انك انت لو كان انت اهل طريق مع بعض وعملت فيه كده وبعدين تبت الى الله ورجعت ولقيت ان هو انسان ذو خلق عالي يقبل، عارف ان الاصل في الانسان الرحمه، وأن الرحمة دي من أعلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيقتدي به فيقبل توبتك، ها ويقول لقد عفوت عنك مما اغتبتني أو اتهمتني به، فده يبقى كده. أما إذا كان ذلك صعب ها إن أمكن، فإلا وإلا فالاجتهاد إلى الله تعالى جد، أي جدا تجتهد الله جدا لأن ده صعب، والتندم على ذلك ليرضيه عنك، برضو يرضي عنك ان يوم القيامة ربنا يرضي عنك، تستغفر لي وتندم انت بقلبك خلاص. طيب وبهذا نكون قد قلنا ما يتعلق بحقوق الآدميين او الآخرين. لكن الغيبة انواع والبهتان انواع، لما تكون اغتبت وصفا مذموما شرعا لعنة الله على الظالمين جائز، لكن لا يجوز أن تغتاب شخصا بعينه خلاص، لأنه كده ترتد عليه يعني، خصوصا الوصف بالكفر أو ما إلى ذلك يرتد عليك والعياذ بالله تعالى، فتبرأ منه بذلك. نعم. لو أن مثلا رجل عالم لكنه قال في مسألة ما تقول فيها، هل أبدعه ولا أقف على قوله؟ في أشياء ما بتكون في أصول الدين وأصول العقيدة وأصول المنهج، يعني أحد العلماء بدون ذكر اسمه أنت تعرف اسمه لوحدك بيقول لك إيه، إحنا نكتفي بشهادة لا إله إلا الله ولا 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 نحتاج إلى شهادة محمد رسول الله، ويعتبر النصارى كلهم مسلمين واليهود كلهم مسلمين، لا هتعمل إيه؟ ده علماء التوحيد نفسهم قال لم يقل أحد بذلك، فاهم؟ ففي مسائل كبيرة كده مكلكعة ما ينفعش إن واحد يتكلم فيها خلاص، ومهما كان هو يخالف فيها لا اعتبار بخلافه خلاص. اما لو كان انت في مساله هو فيها خلاف بين العلماء، فانت اخترت قولا معينا
فلا يجعلك اختراق للقول المعين ان تنكر على المخالف، انما ينكر المجمع عليه ولا ينكر المختلف فيه. فاذا كان في خلاف بين العلماء، وده اللي هو بيفقد كثير من الناس ومن العلماء ايضا، انه يبحث الخلاف في المسائل، فيقول ان كثير جدا من دعاوى طلبة العلم يقول النقاب فرض باجماع، مش عارف ايه فرض باجماع، مش عارف ايه، ايوه جايب منين؟ لو كان اصلا الامام مالك لم يوجب النقاب بل عنده قول بالكراهه، والامام ابو حنيفه في خلاف في المذهب اصلا عنده، خلاص، فكيف تنقل اجماعا؟ انت كذاب في نقل الاجماع، خلاص. اي واحد بينقل، انا ما بتكلمش على شخص معين، وان كان حد قال كده انا مخالف وانا اجيب له الادله، ابحث كتب العلماء وجيب لي الاجماع ده منين، مين نقل الاجماع ده؟ اجماع في مخه هو، فاهم؟ فالمسائل دي عايزه بحث. يعني كان سؤالك عن ايه بقى؟ اللي هيقول بشيء مخالف لاهل السنه والجماعه طبعا لا اعتراض عليه. واحد يقول لك انك تنفي شهاده لا اله الا الله، لا ادرى به، ساعات بيسقط بقى، يكثر منه كده فتلاقيه سقط، نسقط بقى ان نقول للناس ما تسمعلوش، وده يعتبر من اهل البدع والضلالات لانه بيقول لها حاجات كتير كده، ها؟ بس لكن لما يكون راجل في مساله خلافيه ماشي، انا مش هقلده، لكن انا ارى التشديد لا مانع، بس هشدد عن نفسي، خلاص، ما ألزمش الطرف الآخر بما وجدته أنه حرام عندي وأعتقد حرمته طالما المسألة خلافية. وجملة الأمر في أسئلة تاني؟ ها؟ ماذا تيار؟ ماشي، أنا ماشيين بالمد. قالت وجملة الأمر فيما وجملة الأمر فما أمكنك من إرضاء الخصوم عملت. ده في إيه؟ فيما يتعلق بحقوق الآدميين أو البشر. تعرف طلعت الصوت شوية؟ وطي همسة، وطي همسة كده بس، خلاص كده كفاية. وجملة الأمر فما أمكنك من إرضاء الخصوم عملت، وما لم يمكنك رجعت إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والابتهال والتصدق ليرضيه عنك، فيكون ذلك في مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والرجاء منه بفضله العظيم وإحسانه العميم أنه إذا علم الصدق من قلب العبد فإنه يرضي خصماءه من خزائنه من خزانة فضله سبحانه وتعالى. ولا حكمة عندك؟ ولا حكمة؟ ولا حكم أي الآن بإرضاء الخصوم في الدنيا، فاعلم هذه حقها راشدا، فهذه طيب. وجملة الأمر فما أمكنك أي في حقوق العباد من إرضاء الخصوم عملت، وما لم يمكنك رجعت إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والابتهال والتصدق ليرضيه عنك، أي يجعله يرضى ويقبل منك العذرة يوم القيامة ويعفو عنك، فيكون ذلك في مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. واللي داخل في المشيئة ده كما في الحديث إيه؟ حديث خطر المشيئة، يقول إيه؟ إن شاء عفى عن وإن شاء عذب، فقدم العفو عن العذاب طالما أن أنت عملت ما عليك في الدنيا. والرجاء منه بفضله العظيم سبحانه وتعالى وإحسانه العميم أنه إذا علم الصدق من قلب العبد فإنه يرضي خصماءه من خزائنه من خزانة فضله سبحانه وتعالى. ولا حكم أي في الدنيا، أنت عملت اللي عليك في الدنيا، فاعلم هذه حقها راشدا، فهذه أي فهذه الجملة بالكمال موصوفة إيه؟ هي النهاية الوصول إلى النهاية فيما تملكه في الدنيا. فإذا أنت عملت ما وصفناه وبرأت القلب عن اختيار مثلها في المستقبل فقد خرجت من الذنوب كلها. طيب، فإذا أنت عملت ما وصفناه من إيه؟ إن الواجبات تقضيها والآثام تبرأ منها، فإذا كانت متعلقة بحق تتوب منها اللي هي الذنوب، وانك اذا كانت متعلقه بحق ادمي من التعلقات الخمس فعلت ما يمكنك، ها، وبرأت القلب عن اختيار مثلها، ان يختار القلب مثلها فيختار ضدها،
أي يختار عدم العود للذنب أو عدم العود للترك أو عدم العود للوقوع في فيما هو متعلق بحقوق الآدميين في المستقبل. فقد خرجت من الذنوب كلها بالثلاث صور. وإن حصلت وإن حصلت منك تبرئة القلب ولم يحصل منك قضاء الفوائت وإرضاء الخصوم فالتبعات لازمة وسائر الذنوب مغفورة. طيب، وإن حصلت منك تبرئة القلب، إن القلب برأته وتبت بقلبك، ها الندم بالقلب وما إلى ذلك، ولم يحصل منك قضاء الفوائت وإرضاء الخصوم فالتبعات لازمة، خلاص، وسائر الذنوب مغفور. التبعات في قضاء الفوائد، لأنك تسأل عن إيه؟ عن الفوائد قضاء تماما، خلاص ده أنت هتقضيها والله أعلم بقبول التوبة أو لا. يعني إيه؟ واحد ترك الصلاة، كان مشايخنا كده على المذاهب الأربعة، إذا ترك صلاة مدة عليه قضاء تلك الصلاة، كما قال الإمام النووي في المجموع، يقول أجمع من يعتد به من العلماء على أنه من ترك صلاة عامدا وجب عليه قضاؤها، ولم يخالف في ذلك الإجماع إلا ابن حزم، ورد على واستدل بأدلة ليست في محل الاستدلال، ورد عليه الإمام النووي بأقوال صفحة كاملة كتبها عن نقل الإجماع في هذه المسألة. من ترك فائتة كل الفوائت يقضيها عشان تبرأ ذمته، وقد يعقبه الله تعالى يوم القيامة أو يعفو عنه، لكن ليس هناك عفو بعد من قضاء. فصدق التوبة قضاء، إنك تقضي ما عليك من ديون عليك لله تعالى، خلاص. بالنسبة للعبادات، خلاص، وإن حصلت منك تبرئة القلب، إن القلب أصبح بريء وتبت وندمت بقلبك، ولكن ولم يحصل منك قضاء الفوائد، ده بالنسبة لفوائد العبادات. التوبة حصلت عن الذنوب، خلاص، وإرضاء الخصوم فيما يتعلق بحقوق البشر. فالتبعات أي الآثار لازمة من السؤال. حتى بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قال المراد هنا أنك تمر عليك شريط حياتك، فكل صلاة تركتها تندم عليها ندم خاص، لما تركتها وما عدتهاش، لو أعدتها بعد كده وقضيتها يقبل المغفرة، لكن ده ما قضيتهاش، فعليك الدين لله تعالى، خلاص. وبالنسبة لحقوق اللي هي سائر الحقوق للبشر، التبعات اللي هي حقوق البشر لازمة، خلاص، ولم يحصل منك قضاء الفوائت وإرضاء الخصوم فالتبعات لازمة. التبعات أي حقوق الله وحقوق البشر لازمة لك، وسائر الذنوب مغفورة، اللي تبت عنها من الذنوب مغفورة. ولهذا الباب شرح يطول فلا يحتمله هذا المختصر، فانظر كتاب التوبة من كتاب إحياء علوم الدين أولا، وكتاب القربة إلى الله تعالى ثانيا، وكتاب الغاية القصوى ثالثا، تجد فوائد كثيرة وشرحا جما، والذي ذكرناه هنا هو الأصل الذي لابد منه، وبالله التوفيق. عايزين نشوف الثلاث كتب دول، طبعا إحياء موجود وعنده الإتحاف، ولكن القربة والغاية القصوى دي مش عارفين بقى موجود. تجد فوائد كثيرة وشرحا جما أي واسعا، والذي ذكرناه ها هنا هو الأصل الذي لا بد منه، وبالله التوفيق. فصل. ثم أعلم يقينا أن هذه العقبة، عقبة التوبة، عقبة صعبة أمرها مهم وضررها عظيم، بعد عقبة العلم. فلقد بلغنا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالى، وكان من الراسخين في العلم العاملين به، أنه قال دعوت الله سبحانه 30 سنة أن يرزقني توبة نصوحة، ثم تعجبت في نفسي فقلت سبحان الله، حاجة دعوت الله فيها 30 سنة فما قضيت إلي إلى الآن، فرأيت فيما يرى النائم كأن قائلا يقول لي أتتعجب من ذلك، أتدري ماذا تسأل الله؟ إنما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبك، أما سمعت قوله جل جلاله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أفهذه حاجة هينة؟ فانظر إلى هؤلاء الأئمة واهتمامهم، انتهت عبارة الشيخ أبو إسحاق، فانظر إلى هؤلاء الأئمة واهتمامهم ومواظبتهم على صلاح قلوبهم
والتزود لمعادهم. طيب أما الضرر المخوف، طب نستنى الأول نقرأ الكلام ده. فصل: ثم أعلم يقينا أن هذه العقبة عقبة صعبة، أمرها مهم وضررها عظيم. فلقد بلغنا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رحمه الله تعالى، كان إمام إسفرايين وكان من الراسخين في العلم العاملين به، أنه قال: دعوت الله سبحانه وتعالى 30 سنة أن يرزقني توبة نصوحة، ثم تعجبت في نفسي فقلت سبحان الله. قبل كده إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الاستغفار والتوبة، خلاص كان يعد له في المجلس 71 مرة، وفي رواية 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان يواظب على الاستغفار، وقال الاستغفار 100 مرة في اليوم وما إلى ذلك، خلاص هو سيد البشر ومغفور له، لكن شأن الاستغفار ده مهم جدا باستمرار في الحياة، سواء عن ذنب أو غير ذنب. ها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، عن ذنب أو غير ذنب، توبوا إلى الله توبة نصوحة عن ذنب أو غير ذنب. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. واضح؟ فإيه التوبة دي مستمرة، لأنها إيه؟ إما تطهير أو رفع درجة، ها، أو قرب من الله تعالى. نعم، أيوة، الاستغفار توبة. نعم، لأنه طلب المغفرة، طلب المغفرة، استغفر أي طلب المغفرة، والمغفرة الغفر، والغفر هو ستر الذنوب أو محواه. ماشي. قال الإمام أبو إسحاق أبي إسحاق الأستاذ، هذا مصطلح عند الشافعية، إذا قال الأستاذ أبو إسحاق يبقى مقصود الإسفاريين، إذا قال أبو إسحاق ها يبقى الشيرازي، وإذا قال في تاني في حاجة تانية ها ها أبو حامد الغزالي، أبو حامد، لا أنا قصدي على إسحاق بالذات، إذا قال الأستاذ أبو إسحاق فده معروف إنه الإسفرايني، إذا أطلق في المذهب الأستاذ أبو إسحاق يبقى معروف إنه الإسفرايني. وفي أبو إسحاق المروروذي أيضا، أنا بتكلم على أبو إسحاق إزاي. وكان من الراسخين في العلم العاملين به، أنه قال: دعوت الله سبحانه، من أصحاب وجوه الشافعي، أصحاب الاجتهاد في مذهب الشافعي، أصحاب الوجوه الإمام أبو إسحاق هذا، أنه قال: دعوت الله سبحانه 30 سنة أن يرزقني توبة نصوحة، ثم تعجبت في نفسي فقلت سبحان الله، حاجة دعوت الله فيها 30 سنة فما قضيت إلى الآن، 30 سنة ما قضتش. فرأيت فيما يرى النائم، لما تعجب كده رأيت فيما يرى النائم كأن قائلا يقول لي: أتتعجب من ذلك؟ أتدري ماذا تسأل الله؟ أنت عارف تسأل إيه؟ إنما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبك. استمر في التوبة والاستغفار. أما سمعت قوله جل جلاله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ يبقى الاستغفار توبة، ها، يبقى الاستغفار توبة، خلاص. فأنت تريد أن تكون في مقام المحبة فتستمر في الاستغفار، فالاستغفار يؤديك إلى مقام المحبة لله تعالى. أفهذه حاجة هينة أن تكون محبوبة من الله تعالى؟ فانظر إلى هؤلاء. طيب يبقى ده لنهاية للتعجب، أن نرد عليه التعجب آخر، خلاص أنت بتستغفر والاستغفار يؤدي إلى المحبة، وده مقام عالي جدا، ده يكون يكاد مقام أعلى من مقام الصديقين إن لم يكن هو مقام الصديقين، ها، المحبة، خلاص، وده أعلى المقامات. فانظر إلى هؤلاء الأئمة واهتمامهم ومضابتهم ومواظبتهم على صلاح قلوبهم والتزود لمعادهم. طيب، وأما الضرر المخوف في تأخير التوبة فإن أول الذنب قسوة، وآخره والعياذ بالله تعالى شؤم وشقاوة. طيب، فإياك أن تنسى أمر إبليس وبلعم ابن باعوراء، إذ كان مبدأ أمرهما ذنبا وآخره كفرا، فهلك مع الهالكين أبد الآبدين. وأما الضرر المخوف في تأخير التوبة، ولذلك أنت مندوب لك أنك تستغفر 100 مرة في اليوم، أول الطريق إلى الله تعالى، الأساس الاستغفار 100 مرة، والصلاة على 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، ده الأساس كل يوم في الطريق إلى الله تعالى عند كل أهل الطرق.
خلاص. واما الضرر المخوف من في تاخير التوبه فان اول الذنب قسوه، الذنب قسوه في القلب خلاص، والقسوه وصف من اوصاف القلب يظهر على الجوارح بعدم لين الجوارح، واخره والعياذ بالله تعالى شؤم وشقوه، لو انت اخرت فالقسوه بتبتدي تزداد في القلب حتى تتمكن من القلب فلا يكون فيه رحمه وعطف في قلبك. فإياك أن تنسى أمر إبليس أنه إيه؟ أنه يستمر مش تاب عن الكبر، والكبر طبعا إيه؟ من أدوى الأدواء وأصعب الإيه؟ الأدواء الأمراض القلبية، وأن إبليس أصر ها ما تابش ها بعد أن أمر بالسجود فلم يسجد لم يتب خلاص. إبليس أولا إيه ما تابش بمعنى أنه إيه ها وعز قال بقى إيه أنا خير منه ما تابش برضه خلاص بعد أن أمر، بعد كده قال وعزتك لأغوينهم أجمعين، بعد كده قال يعني أنا هفضل أستمر في الغواية فما تابش خلاص. بلعم ابن بعوراء، وفي رواية بلعام ابن بعوراء، لعل انا قرات بالروايه الاولى لان انا على الحفظ يعني بشتغل على الحفظ مما احفظه يعني، بلعم ابن بعوراء او بلعام ابن بعوراء نعم حاضر هقول لك. بلعام ابن بعوراء ده اللي كان عنده الاسم الاعظم اسم الله الاعظم، وكان اذا دعي به يجيب خلاص بعين ما طلب في الحال. قال وكان بلعم من بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، وكان بحيث إذا نظر رأى العرش، وهو معنى قوله تعالى واتلو عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلغ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وكان في مجلسه 12,000 محبرة المتعلمين الذين يكتبون عنه، ثم صرب حيث كان أول من صنف كتابا وذكر فيه أنه ليس للعالم صانع، بعد كده إيه كفر بالله نعوذ بالله من ذلك، بعدما كان كده مجاب الدعاء واستمر إجابة الدعاء. كان مبدأ أمرهما ذنبا وآخره كفرا فهلك مع الهالكين أبد الآبدين. قال أي إبليس وبلعم مبدأ أمرهما ذنبا وهو الحسد لآدم عليه السلام لإبليس، وأما بلعم فاتبع هواه في الميل إلى الدنيا فاتبع هواه. طيب طبعا ابليس معروف انه استمر ايه في ايه في الحسد ها، وان هو يظن انه خير من ادم. طيب وبلعام ابن بعوراء ها كان بالعام هذا اتبع هواه في الميل الى الدنيا حيث يحمله لسانه بقى للدعاء على سيدنا موسى عليه السلام، كان بينه وبين سيدنا موسى قتال خلاص، وكان في القتال ده كما ورد في التفاسير في تفسير الآية بتاعت بلعام بن وعراء يطلع عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض إلى الدنيا حب الدنيا. فاللي حصل إن إيه كان بينه وبين سيدنا موسى قتال عظيم وكفر بقى بالله والعياذ بالله تعالى بعد أن كان عالم الاسم الأعظم وكان يدعو بالاسم الأعظم فيجاب له بصفة دائمة. فلما حصل القتال وكان سيدنا موسى أن ينتصر على بلعام وقومه الكفار دول أتباعه اللي ارتدوا معه وكفروا وكانوا أتباعه ها كادوا ينتصر سيدنا موسى عليهم، فإيه بلعام قال سلطوا عليهم النساء فانتشرت النساء في جيش سيدنا موسى فهلك في يوم من الزنا 70,000 كما ورد في التفاسير، فتابوا إلى الله تعالى فكاد ينتصر، وبعدين كان سيدنا موسى هينتصر عليه بقى فجاء يدعو على سيدنا موسى فانقلب لسانه أصبح بدل ما يدعو على سيدنا موسى
بالاسم الأعظم يدعو على قوم، فانتصر عليهم سيدنا موسى في الآخر، وده شأنه أنه إيه كان من الهالكين في الدنيا والآخرة. فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره فأدركه الشيطان فكان من الغاوين. وقد ذكر قصته الطويلة الخطيب في تفسيره، وسيأتي على الكلام على خوف ذكر قصته عن ابن عباس، عن الخوف على الخوف ذكر قصته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وبلعم ابن بعوراء إذ كان مبدأ أمرهما ذنبا وآخره كفرا عرضت عليه التوبة. ما قلت لك رسائل الله تعالى إلى البشر، فهلك مع الهالكين أبد الآبدين. فعليك رحمك الله تعالى بالتيقظ والجهد، عسى أن تقلع من قلبك عرق هذا الإصرار وتخلص رقبتك من هذه الأوزار، ولا تأمن قساوة القلب من الذنوب، وتأمل حالك. فلقد قال بعض الصالحين إن سواد القلب من الذنوب، وعلامة سواد القلب ألا تجد من الذنوب مفزعا ولا للطاعة موقعا ولا للموعظة منجعا، ولا تستحقرن من الذنوب شيئا فتحسب نفسك تائبا وأنت مصر على الكبائر. فلقد بلغنا عن كهمس بن حسن أنه قال أذنبت ذنبا فأنا أبكي عليه منذ 40 سنة. قيل ما هو يا أبا عبد الله؟ قال زارني أخ لي في الله فاشتريت له سمكا فأكل، ثم قمت إلى حائط جاري فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يده. فناقش نفسك وحاسبها وسارع إلى التوبة وبادر، فإن الأجل مكتوم والدنيا غرور، والنفس والشيطان عدوان. وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وابتهل إليه، واذكر حال أبينا آدم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الذي خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وحمله إلى جنته على أعناق الملائكة، لم يذنب إلا ذنبا واحدا فنزل به ما نزل، حتى روي أن الله تعالى قال له يا آدم أي جار كنت لك؟ قال نعم الجار يا رب. قال يا آدم أخرج من جواري وضع عن رأسك تاج كرامتي، فإنه لا يجاورني من عصاني. حتى أنه فيما روي بكى على ذنبه 200 سنة حتى قبل الله توبته وغفر ذنبه الواحد. هذا حاله مع نبيه وصفيه في الذنب واحد، فكيف في ذنب واحد، فكيف حال الغير في الذنوب لا تحصى؟ وهذا تضرع التائب وابتهاله، فكيف بالمصر المتعسف؟ ولقد أحسن من قال يخاف على نفسه من يتوب، فكيف ترى حال من لا يتوب؟ فإن تبت ثم نقضت التوبة وعدت إلى الذنب ثانيا فعد إلى التوبة مبادرة. نشوف بقى إيه بعد كده. فعليك رحمك الله تعالى بالتيقظ أي الانتباه في معاملة الله تعالى، والجهد أي بذل الجهد، عسى أن تقلع من قلبك، إنك أنت تقلع من قلب نفسك عرق هذا الإصرار على المعصية، وتخلص رقبتك من هذه الأوزار، لأن الأوزار تجعلك تكون في رقبتك فتقودك يوم القيامة إلى النار والعياذ بالله تعالى. ولا تأمن قساوة القلب من الذنوب، إن دايما إذا أنت وجدت إنك تتأثر بالمعصية تعرف إن القساوة بتخف، وتعرف إن التأثر ده دليل على إن إيه؟ إن ما فيش عندك قساوة قلب بالدرجة. لكن لو كنت المعصية لا تؤثر تدل ذلك على إيه؟ قساوة القلب. لكن نفترض إيه؟ خلي بالك إن ده مش بصفة دائمة، مرة سمعت آية ما خشعتش والمرة التانية سمعتها خشعت، أيوة يبقى ده دليل على إن إيه؟ إن قساوة القلب بتزول، خلاص؟ يبقى إيه مش لازم تكون بصفة دائمة. ولا تأمن قساوة القلب من الذنوب، وتأمل حالك. قال بعض الصالحين إن سواد القلب من الذنوب أي وقساوة القلب، وعلامة سواد القلب ألا تجد من الذنوب مفزعا ولا للطاعة موقعا ولا للموعظة منجعا. يبقى دي علامة إيه؟ سواد القلب.
ألا تجد من الذنوب مفسعا، إنك ما تلاقيش نفسك بتتطهر من الذنوب دايما، لا بتقع فيها أكتر وتزداد في الذنوب، خلاص، وده حال الفساق. ولا للطاعة موقعا، إن إيه تجد لا تجد الطاعة موقعا، ها، إما في بدنك أو في قلبك، خلاص. فإذا وجدت للطاعة موقع، اعمل مفهوم المخالفة عشان تطمئن بنفسك. بمعنى إيه؟ وجدت إن إيه؟ إنك أنت بتخلع عن الذنوب، وإنك حالتك بتتحسن شوية عن شوية، وإن شوية عن شوية بتتوب إلى الله وتستغفر، ماشي جميل. وجدت إن الطاعة مصر أنت عليها رغم إن الشيطان بيلعب بيك، أنت يبقى كده ماشي مظبوط. وجدت إن الموعظة، ها، ولا للموعظة منجعا، مفهوم مخالفة، ها، إن الموعظة ما تأثرش، لا، ولا للموعظة منجعا، منجعا أي مأوى، ها، أي لا ما فيش للموعظة منجع في قلبك وتدخلا في قلبك وتأثيرا، يبقى ده يدل على إيه؟ قسوة القلب وعلى سواد القلب. طب لو وجدت إن أنا كل شوية بتأثر بآية، أتأثر بحديث، أتأثر بقول بموعظة، يبقى ده يدل على إيه؟ إن شاء الله ماشيين مظبوط إن شاء الله تعالى. ولا تستحقرن من الذنوب شيئا فتحسب نفسك تائبا وأنت مصر على الكبائر، إنما تستحقرش شيء من الذنوب، خلاص. فلقد بلغنا عن كهمس بن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من أئمة الصالحين والأولياء الكبار من السلف الصالح من التابعين، أنه قال: أذنبت ذنبا فأنا أبكي عليه منذ 40 سنة. أنا بقالي 40 سنة أذنبت ذنب واحد وأنا ببكي عليه بقالي 40 سنة. قيل: ما هو يا أبا عبد الله؟ إيه الذنب ده؟ قال: زارني أخ لي في الله فاشتريت له سمكا فأكل، وغير كده تمام حلو. ثم قمت إلى حائط جداري، بل قمت إلى حائط جاري، فأخذت منه قطعة من طين فغسل بها يده، أي اللي أنا دعوته للطعام ده غسل بها إيده. اللي حصل كمان إن شيء لا يتب منه أصلا، لأن الجدار كان بينه وبين جار، يعني هو له جدار واحد من ناحية بتاعته دي ده جدار، ومن ناحية تانية جدار جار، فهو خد حتة من الطين بتاع الجدار المشترك، فظن إن الحتة دي كأنها أخذها من جدار جاره المستقل، وأنه لا يجب عليه أن يأخذ منه، لا، لأن ده جدار مشترك. فهو إيه؟ عمل نفسه بإيه؟ بصفة الورع، واعتقد أن ذلك محرم رغم أن الجدار مشترك، فيجوز أن يأخذ منه، بل أن ناحيته يفعل فيما شاء إن شاء الله والعياذ بالله تعالى يبول عليه، ما فيش حاجة، لأنه ملوش دعوة بالناحية التانية، الناحية التانية جدار جار، فالجدار له ناحيتين، ناحية جار وناحيته جدار واحد، فالجزء اللي هو ناحيته تبعه، فهو عاقب نفسه بما ليس هو محرم، يعني نعم، من باب الورع يعني. فأخذ قطع الطين وإداها لجاره عشان يدلك إيده بيها من زفر السمك، إداها لضيفه يعني، فدلك بها فغسل بها يده عشان يزيل إيه زفر السمك من يده، فاعتبر دي ذنب، واعتبر أنه يتوب منه 40 سنة. فاكرين ما كنت بقول لكم إيه؟ إن من العلوم، من هناك أناس إذا دعوت الله تعالى، كما يقول الإمام النووي أو أحد العلماء، إذا دعوت الله تعالى أنهم لم يعصوا الله تعالى في حياتهم قط لكنت صادقا ولم يجب عليك كفارة، أهو كهمس بن الحسن، خلاص، في المسألة دي، خلاص. وأيضا قلنا كما قلنا الإمام ابن عجيب أما قالوا اذكر لنا ذنبا قال لا أتذكر، قالوا افتكر كده، قال دست على قمحة يوما، يعتبر ده ذنب، خلاص، إنه ما داس على قمح يوما في حياته يعتبر ده ذنب، ما يفتكرش حاجة تانية، خلاص. فإذا في ناس كده عايشين كده، دول إيه؟ حسنات الأبرار سيئات المخربين. فناقش نفسك وحاسبها وسارع إلى التوبة. إيه ده؟ اقتداء بهؤلاء الأئمة العلماء الأعلام، وبادر، فإن الأجل مكتوم غير معلوم يعني، والدنيا غرور تغرك بتأجيل التوبة، خلاص. والنفس والشيطان عدوان، ده تسلط لإيه؟ كلمة إن، خلاص. وبدر، فإن الأجل محتوم والدنيا غرور
تغر الإنسان بتأخير التوبة، والأجل مكتوم مع غير معروف، والدنيا غرور تغر الإنسان، والنفس والشيطان عدوان يمهلان لك ويؤجلان الأمر. وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وابتهل إليه، خلاص. وده المقصود المراد. فإذا أنت وجدت نفسك أنك مقبل على الله، تقول دايما إيه يا رب ماليش غيرك، ما لنا مولا سواك يا رب العزة، يبقى إيه ابتهل وتضرع. واذكر حال أبينا آدم عليه السلام صلى الله عليه وسلم الذي خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وحمله إلى جنته على أعناق الملائكة وسجودهم له، لم يذنب إلا ذنبا واحدا، هو طبعا ليس ذنب، وهو أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، لكن هذا الذنب ده في حق الله تعالى وليس في حق البشر، فلا يوصف بأن آدم أذنب. ليه؟ شوف الآية بتقول إيه، فنسي ولم نجد له عزما. فنسي يعني أكل من الشجرة عن نسيان، هو يعتبر في حق الله تعالى ذنبا، لكن ده أكل عن نسيان، هو نسيان ذنب يحاسب على الإنسان؟ لا، خلاص، إلا باب تعظيم، مخالفة أمر الله تعالى ظاهرا، لكن لم تقع منه الذنب. عن واحد ما يصحش أن واحد يقول إيه سيدنا آدم أذنب، لكن يقول إيه فنسي ولم نجد له عزما، أي عزما على المعصية، أنه لم يكن مصرا على معصية بقلبه، إنما كان عن نسيان ولم يكن مصرا على تلك المعصية، خلاص. فنزل به ما نزل، فنزل به ما نزل، أي من إن ربنا أنزله من الجنة. حتى روي، طبعا هذا كلام من الإسرائيليات لا يليق مع سيدنا آدم عليه السلام، أي في بعض الأخبار أن الله تعالى قال له يا آدم أي جار كنت لك؟ قال عليه السلام نعم الجار أنت يا ربي. قال عز وجل يا آدم اخرج من جواري، أي الجنة، وضع عن رأسك تاج كرامتي فإنه، أي الشأن، لا يجاورني من عصاني. طبعا الكلام ده لا يليق بسيدنا آدم عليه السلام، لكن يليق أن يقوله المولى عز وجل لآدم. خلي بالك في المعاملة، ما تعاملش البشر، ما تعاملش الأنبياء بنفسك، إنما اجعل الأمر لله. أما يقول إيه وعصى آدم ربه فغوى، ده بالنسبة لله عصى آدم رب، أما بالنسبة إحنا ولم نجد فنسي ولم نجد له عزما، ده في حقنا إحنا تعظيما لشأن الأنبياء لأنهم معظمين عند ربهم، حتى آدم عليه السلام كلهم معظمين، خلاص، فلا يجوز التنقص منهم ولا ده نوع من الكفران. فإنه لا يجاورن عصاني، حتى أنه فيما روي بكى على ذنبه 200 سنة، برضو إيه إسرائيليات، خلاص. لكن شوف بقى هنا في 200 سنة، قال الشارح كلام جميل، قالت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم عليه السلام طاف بالبيت 7 سيدنا آدم، وهو يومئذ ليس بمنى بل ربوة حمراء، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قال اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم نقرا كلام سيدنا ادم Oh,
قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم عليه السلام طاف بالبيت سبعا وهو يومئذ ليس بمنى بل ربوة حمراء ثم قام فصل ركعتين ثم قال اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت علي وردني بما قسمت لي يا ذا الجلال والإكرام فأوحى الله عز وجل إليه أني قد غفرت لك ولم يأتي أحد من ذريتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا غفرت له ذنوبه وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر من بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر وجاءت الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها رواه أبو طالب المكي وله أسانيد كثيرة ذكرها الشارح قال فإنه لا يجاورني من عصاني حتى أنه فيما روي أي في الإسرائيليات بكى على ذنبه 200 سنة حتى قبل الله توبته وغفر ذنبه الواحد هذا حاله مع نبيه وصفيه في ذنب واحد فكيف حال الغير في ذنوب لا تحصى لكن طبعا العبيد غير الأنبياء المعصومين ها والمقربين غير بقية العبيد اللي هم الصفوة اللي هو الأنبياء والمرسلين وهذا تضرع التائب وابتهاله فكيف بالمصر المتعسف أي المبالغ في الإصرار ولقد أحسن من قال يخاف على نفسه من يتوب اللي بيتوب بيخاف على نفسه فكيف ترى حال من لا يتوب لو كان اللي بيتوب بيخاف على نفسه ها ألا تقبل توبته فما بالك بقى اللي ما بيتوبش يخاف مئات المرات فإن تبت ثم نقضت التوبة وعدت إلى الذنب ثانيا فعد إلى التوبة مبادرا ونقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل وصل الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم في أسئلة إن شاء الله بعد العشاء نصلي العشاء وآتي نروح للمضيفة إن شاء الله تعالى مضيفة الشيخ محمد عمران الدح إن شاء الله تعالى اللي عايز يأتي معنا يعني أصلي العشاء ونأتي نذهب إلى هناك في أسئلة والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم اللهم تب علينا أن نتوب واغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب واجمعنا مع الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله على ما أنعم وأولى وأبلى وابتلى وأفاض ومن وغفر وحفظ وعصم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.